أتقول مطرنا بفضل الله ورحمته أثناء هطول المطر أو بعد توقف المطر؟ تبويب ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب يدل على أنك تقول مطرنا بفضل الله ورحمته أثناء هطول الأمطار، لكن تبويب النووي رحمه الله في كتاب الأذكار تبويب واضح من أن قول مطرنا بفضل الله ورحمته إنما تقال بعد هطول المطر وليس في ثنايا المطر. والأمر في هذا واسع، لأن الحديث الوارد هو حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال كما في الصحيحين: صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية صلاة الصبح على إثر سماء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله جل وعلا قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا يعني بنجم كذا فهذا مؤمن بالكواكب كافر بي، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب.